بتاعت السيدمنتيشن تعتبر مسألة مضمونة، يعني تعتبر، مش بقول كده عشان يعني أجذب انتباهك وخلاص، لا هي فعلا بإذن الله مسألة مضمونة. فأرجو إن الناس يعني تفهم الكلمة وتحاول تلعب عليها، يعني إن أنت بإذن الله بإذن الله تحل مسألة بإيدك، مسألة واتنين، أنت واخد بالك، وما تغلطش. لأن هما الفكرة إن أنت تحفظ بس فيها شوية قوانين، يعني تحفظ فيها قانونين أو حاجة بس يعني، والمسألة إن شاء الله سهلة، لا فيها تحويلات ولا فيها أي حاجة. طيب تعال نتكلم برضو دقيقتين تلاتة كده نظري لحد ما الشباب تخش. يعني افتكر معايا ان احنا النهارده في ثالث مرحله من مرحله الكيميكال سيديمنتيشن اللي احنا عملناها قبل كده عشان نرسب المواد العالقه اللي موجوده في الميه، القصه بتاعه الكواجوليشن والشابه اللي عملناها في الرابد ميكس، وبعدين رحنا بالميه للسلوميكس وعملنا ليها تقليب بطيء اللي هو تم عن طريق الميكانيكال، اسلوب الميكانيكال، او تم عن طريق اسلوب الهيدروليك. انت واخد بالك، خلاص الميه دلوقتي بقت موجود فيها فلكس نضف كبيره وتقيله وسهل ان هي تترسب في زمن بسيط او زمن يعني مش كبير، تمام كده. الخزان السيدمنتيشن منه نوعين، اما يبقى ريكتانجولر ذو قطاع مستطيل او خزان دائري. الاثنين باذن الله هنحاول نقولهم النهارده، او لو بقى حاجه هنقولها في الدايت سيكشن الجاي اللي هو يوم الجمعه برضه، تمام؟ تمام يا مشوار. ده شكل الخزان. يعني انا ثواني هقلب حتى الشاشه. ده شكل الصورة بتتحرك أسرع شوية ولا برضو نفس المشكلة بتتأخر؟ لا لا لا، ده أحسن أحسن بكتير، أحسن بكتير. ما هو الصبح بيبقى النت بصراحة. طب يا شباب، الخزان المستطيل حاجة زي اللي قدامنا دي، طب هو عبارة عن إيه برضو يا باشمهندس؟ هو عبارة يا باشمهندس عن يعني أوضة طول وعرض وارتفاع بس بدون سقف، معايا كده؟ المية هتخش من طرف وتطلع من طرف تاني. هيبقى فيه في الأول زي مصفى او جدار مثقب. الجدار المثقب ده وظيفته ان يعمل حاجتين، اللي هو قدامك اللي باللون الاحمر ده وظيفته ان يعمل حاجتين، ان يحجز كل المواد اللي وقعت في الميه، اي مواد عالقه، طير مات، كيس زباله، انت واخد بالك، وظيفته ان يحجزها يعني عشان ما يسدش اي حاجه، ما يسدش اي ماسوره، ما يعملش مشكله عند الخروج، انت واخد بالك. يبقى دي وظيفه اولى. الوظيفه الثانيه المهمه ان يعمل توزيع للميه خلال الخزان كله، انت واخد بالك. تخيل كده معايا ان الجدار ده مش موجود والميه بتخش من هنا من المكان اللي انت شايفه وبتطلع من نفس المكان اللي انت برضو شايفه. هتلاقي بعد مرور مده معينه من الوقت، يعني بعد مرور مثلا تصرفين ثلاثه، هتبدا تلاقي ان الميه بدات تتحرك على السطح، والميه اللي تحت في القاع بدات تبقى ميه راكده، لان الميه عايزه دايما تمشي وتطلع او تخش وتطلع من الاتجاه القصير، مش عايزه تلف في مسار طويل، هي عايزه تلف في مسار ايه، قصير. ف هتبص تلاقي ان بقى في جزء من الخزان مش فعال معايا، تمام كده. فانا بعمل الجدار ده عشان يوزع انتشار الميه، يعمل انتشار ليها بالكامل على مدار او على كامل حجم الخزان. والوظيفة التانية إن يحجز زي ما قلت لك أي مادة علقة، أو أنا آسف، يحجز أي جسم غريب، أي يعني حاجة وقعت في المية، حاجة كده. الحاجة التانية، الخزان ده القاع بتاع الخزان ده قاع بيبقى ليه ميول. وعلى فكرة بالمناسبة ليك أنت، لما بتيجي لو حصلت زيارة ليكم أو لحد منكم يعني لمحطات المية وشاف الخزان ده هو فاضي، قاع الخزان ده بيتعمل من السيراميك. ليه بيتعمل من السيراميك؟ عشان الروبة والمواد اللي هتسقط خلال جسم الخزان تبدأ تزحلق لحد ما تروح لحتة اسمها سلادج هوبر أو حيز الرواسب، مفهوم؟ يبقى أنا بنفذ القاع بتاع الخزان ده بميول زي ما أنت شايف من 1-2%، بتبقى برضو من سيراميك أو من أي مادة سهل، ما تبقاش مثلا من خرسانة، عشان الخرسانة يبقى سطحها خشن وبالتالي هيبقى إن المواد تتدحرج وتنزل في المكان المخصص ليها عشان تتشال هيبقى صعب. فبعمله من السيراميك او الاشاني بحيث ان هي يبقى سهل ان هي تنزل في الحيز عشان ابدا اجمع الروبه اللي اترسبت وابدا ان انا اشيلها. كمان هيساعد على ده وجود حاجه اسمها سكريبر او مساحه او زحافه. بصوا شباب، عارف انت مساحه العربيه، مساحه الازاز بتاعت العربيه،
هي نفس الفكره، هيبقى عباره عندي عن سير من الجلد، سير عريض من الجلد، تمام، اللي متصل ببكر او بمواتير بيعمل على الحركه، بيساعد على الحركه ليه، تمام كده. يبدا السير ده يتحرك بالحركه اللي انت شايفها، بحيث كانه بيمسح او بيقشط اي روبه وقعت في القاع، وكانه بيساعد ان هي تنزل في المكان المخصص ليها، او المكان اللي انا عامله عشان يجمع الرواسب اللي هو حيز الرواسب. بعد كده تبدا المايه تخرج من على هضار مخرج او اوتلت وير، تروح للمرحله اللي بعد كده اللي هي الفلاتر. طيب يا باشمهندس، كلام جميل. الحاجه اللي بعد كده، حيز الرواسب ده شكله ايه؟ حيز الرواسب ده يا باشمهندس عامل شبه الكون، قمع معايا كده، هو قمع، قمع اسفل الخزان، كل وظيفته زي القمع اللي انتوا درستوا خرسانه صح؟ ايوه تمام. خدتوا تصميم الكون والدوم صح كده ولا؟ هناخد الدوم، هناخد الكوم المفروض يعني بكره. الكون هو زي مخروط، جسم مخروطي، ممكن يتعمل من الستيل، ممكن يتعمل مثلا من الخرسانة، ايا يكن، بيتعمل في قاع الخزان، وظيفته ان يجمع الرواسب. وهو كون ليه؟ عشان الرواسب اللي تقع او تتجمع فيه تبدا تقع وتتسحب بماسوره التفريغ اللي هي الاميتي بايب، وابدا ان انا ارميها، او انا اعمل حتى اتجاه هنا مكتوب فيه تويست. حد عنده استفسار او في الميكانيزم بتاع عمليه الترصيب في خزان زي ده فيها مشكله؟ يعني أنا لو سمحت اتفضل. الجدار المثقب ده الفلوكس هتعدي منه ازاي؟ معلش انا اسف. لا، ما هو الجدار المثقب ده هندسه، انا قلت لك في الاول ايه؟ الجدار المثقب ده الثقوب دي مش ضيقه بحيث ان هي تمنع الفلوكس، مش ضيقه دي اللي انت متخيله، انت فاهمني؟ لا، هو الثقوب دي او المسافات دي مسافات كبيره تعدي الفلكس. اصل خد بالك برضو الفلكس دي، انا عشان برضو اخليك متخيل معايا، مش بحجم مثلا طوبه او كوره، لا لا لا، الموضوع ابسط من كده. معايا كده؟ تمام. فهي هتعدي منها. انا بس عامله زي ما قلت لك للوظيفتين دول. حد عنده اي استفسار تاني برضو قبل ما ننقل من الرسمه؟ تمام يا باشمهندس. زي ما انتم شايفين يا رجاله، الندف انا عاملها باللون الاحمر، وحاطط ليها سرعتين، سرعه راسيه وسرعه افقيه، لان الاثنين انا هحسبهم. طيب يا شباب، ايه ده شكل البلان؟ ده شكل البلان اهو، المايه داخله من الشمال. طلع من الجهة اليمين الخزان، طالما هبص عليه في البلان هشوف الطول بتاعه والعرض البي والال. الجدار المثقب هيبقى موجود في البداية عندي، كمان هيبقى بعد الجدار المثقب كإسقاط موجود عندي الكون أو حيز الرواسب، السلاج هوبر، حيز الرواسب. هنا أنا عامل كام حيز رواسب في البلان؟ اتنين. الرسمة ممكن يبقى فيها اتنين، ممكن يبقى فيها تلاتة، على حسب ما الرسمة هتيجي مرسوم. ده رقم اتنين. طب رقم ثلاثة، بالمناسبة مسألة السيدمنتيشن 99% من المسائل ما بتجيش مرسومة، لأنها مسألة اسطمبة. أنت عارف أنا لما بقول لك مسألة ما بتجيش مرسومة، أنت المفروض تبدأ تفهم إن المسألة دي تبقى سهلة وتبقى اسطمبة، صح ولا أنا غلطان؟ المفروض أنا لو مكانك هفهم كده، إنما المسألة اللي بتيجي مرسومة، لا ده استنى، ده مسألة بتيجي مرسومة يبقى لازم أقف قدام الرسمة وأفهم الرسمة ماشية إزاي. زي مسألة الاستوميكسيك، المية داخلة منين، طالعة منين، البدلات، القصة، الحكاية، الأبعاد. إنما المسألة بقول لك حتى ما بتجيش مرسوم، لأن هي مسألة اسطمبة كوبي وبيست، فمش مستاهل. طب أمال أنا أعرف مين السلادج هوبر دي عددها كام وبتاع؟ إما إن هو هيقول لك، أو أنت افرضها واشتغل، افرض عدده واشتغل. ما هو انت اللي بتصمم زي ما هتشتغل في المشروع. طب يا باشمهندس، كلام جميل. وادي هضار المخرج، اي خزان في الدنيا يا شباب المايه بتخش ليه من على هضار وبتخرج من على هضار. مهم قوي انت تفهم الحكايه دي، يعني معلش في الكلمه، يعني ما بيجيش في الخزان كده. الخزان زي ما قلت لك هو عباره عن اربع جدران وارضيه، ما يجيش كده في الجدار ويقوم خارم دايره ويقوم مرشق فيها الماسوره ويسد الكلام ده باسمنت، ما فيش حاجه اسمها كده.
لا لا لا، دخول المية بنظام عشان شغل الهيدروليك اللي عندنا يبقى من على هدار، ويبقى في انتظام للسريان او للسائل، وتبدا المية تخرج برضو من اي خزان من على هدار، مش جهجهوني كده، عشان يبقى في انتظام لحركه السائل برضو. تمام كده يا شباب؟ الهدار بتاع، خد بالك ساعات بتسمى بهدار المزج او هدار المخرج يعني، ايا يكن بقى. تمام؟ خد بالك بقى من حاجه، الهدار هنا شكله، الهدار هنا شكله اللي بيتعمل اما ان يتعمل بشكل في نوتش، تمام كده، هدار في نوتش شكل في، او هدار مستطيل. طيب يا باشمهندس هتفرق معايا في ايه؟ هنقول مش هتفرق معاك غير في حته هبله جدا او بسيطه جدا يعني، وان شاء الله يعني هتاخد بالك منها. طب ايه اللي انا مطلوب مني هنا في التصميم؟ مطلوب مني ان احدد عدد الخزانات وابعد، زي ما جه طلب مني قبل كده في ايه، في اي حاجه انا صممتها بيطلب طبعا العدد والدايمنشن. مطلوب مني ان انا اشيك على سرعات الندف الافقيه والراسيه. ها واضح يا شباب؟ لان خد بالك، خد بالك السرعه الافقيه هنا مهمه جدا، لان لو هي زادت عن قيمه الكود حددها، وهنقولها كمان شويه، طب ما كده الميه هتمشي هتيجي وهتخرج وفيها الندف دي يا باشمهندس، لان السرعه الافقيه قيمه كبيره، وانا مطلوب مني ان اشيك ان هي ما تزيدش عن قيمه كبيره. السرعه الراسيه هعرف معاك بتتحسب ازاي وايه القيمه بتاعه السرعه الراسيه. كمان مطلوب مني ان انا اصمم الهدار، بس كل اللي مطلوب مني هنا ان انا احسب كميه الميه اللي هتمشي من عليه. يعني يعني احسب حاجه اسمها الاوفر فلو وير، او الاختصار بتاع الاو اف دبليو، هنشوف يعني ايه. كمان مطلوب مني ان انا اصمم السلاج هوبر وحيز الرواسب. معايا؟ تصميم الهدار نفسه ما بينطلبش، سيبك من اللي انا عامله ده، اشطبها بايدك. خد بالك بس، انا اسف، في ورق معايا في المنهج ضاع، يعني في ورق في تحضير السكاشن معايا تاه مني للاسف، حتى من السنه اللي فاتت للاسف يعني، لسه الموضوع ده السنه دي مكتشفه، فاضطريت ان انا اكلم شباب ويدوني ايه السكاشن اللي كتبوه ورايا ده، من ضمن السكاشن اللي انكتبت كده يعني، الورق اللي لقيته على الورق اللي جمعته. فاشطب دي بايدك يعني، معايا؟ مش يعني حته ان انا اصمم الهدار دي مش هتتعرض ليه في المشروع بقى، في المشروع عليه خير، اللي مننا هيخش مشروع صحيه يعني. تمام كده يا شباب؟ طيب ايه هي بقى فرضيات التصميم، او ازاي انا هبتدي، او ازاي انا هبتدي اصمم؟ انا اسف الصوره جريت وبعدين انا رجعت تاني. الصوره بتتحرك معايا يا شباب؟ ايوه تمام يا باشمهندس. تمام، ايه بقى اللي انا هبدا اصممه في الخزان ده، او في القصه بتاعت حوض الترصيب دي؟ اول حاجه لازم ابقى فاهم ايه هي المعطيات وايه المطلوب. المعطيات هيديني طبعا قيمه الكيو ديزاين، مفيش مساله في المنهج يعني اديها لك الا ما يديك ليها قيمه التصرف، ده رقم واحد. رقم اتنين، دايما هيديك قيمه الريتنشن تايم، واللي هو وقته هيبقى من ساعتين لاربع ساعات. طب يا باشمهندس بالراحه، انت بتقول دايما هيديني ودايما وبتقول دايما من ساعتين لاربعه، امتى ده وامتى ده؟ لا بص يا باشمهندس، في الامتحان وفي الشيت وفي المسائل دايما هيديك القيمه دي، عشان بس يخلي التصميم او الكلام واحد على مستوى الناس، والدكتور ما يتعبش في تصحيح الارقام المختلفه يعني. انما انت لما حضرتك هتيجي تخش المشروع عندنا، مشروع الصحيه، وتبدا انت تصمم، لا القصه دي بقى ايه، ما بدكش فيها غير عدد سكان. يمكن انا قلت لك الكلام ده امبارح، انت بتصمم من A to Z، من اول حاجه لاخر حاجه خالص، تمام كده؟ فانت هنا هتبقى مطالب ان انت تفرض زمن مناسب زي اللي الكود قال عليه، طبقا للكلام اللي الكود قال عليه. معايا كده يا شباب؟ طيب يبقى الحاجتين دول هيديهم لي. طب انا هبدا اجيب ايه بقى؟ هتبدا تجيب من اول النقطه رقم اثنين، السرعه الراسيه للندف، الفيرتيكال فيلوستي، واكتب ورايا. السرعه الراسيه للندف ليها ثلاث اسماء، ليها ثلاث مسميات، سيتلينج فيلوستي، فيرتيكال فيلوستي، او المهم بقى الكلمه المهمه جدا جدا جدا، سيرفيس لودنج ريت. ها، سيرفيس لودنج ريت، او معدل التحميل السطحي، ساعات بيسميه اوفر فلو ريت. ها، ساعات بيسميه اوفر فلو ريت. يبقى ركز جدا ان السرعه الراسيه للندف، المفروض ان كلنا كانجليزي نبقى عارفين سرعه راسيه يعني فيرتيكال فيلوستي او سيتلينج فيلوستي، سرعه ترسيب المفروض. طب ايه الجديد بقى؟ لا بيديها اسم مختلف، او بيدي لها اسم تاني هنا شويه، اسمه ايه؟ سيرفيس لودنج ريت او اوفر فلو ريت. مفهوم يا باشمهندسين؟ الاوفر فلو ريت دي القيمه بتاعتها لو هحتاج ان انا افرضها، وزي ما بقول لك الكلام ده مش هتحتاجه غير في المشروع، انما في المسائل هتحسبها او هي هتجي لك معطى.
واكتب ورا الكلام ده والسكشن بيتسجل برضه. طيب بتتفرض من 20 ل 40 متر مكعب على المتر المربع قد ايه او متر قد ايه؟ ايه قصه بقى السرعه الافقيه والسرعه الراسيه؟ ها بصوا معايا كده يا شباب، بصوا معايا يا شباب، احنا اتفقنا ان القانون المشهور اللي بيقول الكيو بتساوي ها الايه في الايه، السرعه في مساحه المقطع، صح كده؟ اذا السرعه هتساوي ايه؟ الكيو على الايه، صح كده؟ القانون ده احنا كلنا فاهمينه وحافظينه من يمكن واحنا في ثالثه اعدادي او في اولى مدني، تمام؟ طب بالراحه، القانون ده انا عايز افهمه معاك. القانون ده عباره عن ايه؟ عباره عن لو انا عندي ماسوره ماشية كده مكملة بسرعة V والتصرف اللي ماشي فيها اسمه Q، ومساحة المقطع هنا المقصود بيها المساحة الجانبية ولا المقصود بيها مساحة المقطع العمودي؟ مساحة المقطع العمودي. الصورة بتتحرك معايا صح يا شباب؟ أيوة تمام العمود يعني. كلام جميل، الله يفتح عليكم. يبقى أنا هنا دايما بقول إن السرعة هتساوي السرعة دي اللي جوه بتاعت اللي جوه الماسورة هتساوي الكيو اللي ماشية على مساحة المقطع أنهون. شوف أنا هنا عامل مقطع أنهون عمودي، كلام جميل. طب لما أنا أشتغل على خزان بقى، يعني لما يبقى عندي خزان بالشكل ده معايا كده، وعندي آدي الندف بتتحرك في الاتجاه الرأسي بسرعة أفقي بسرعة رأسية، بتتحرك في الاتجاه الأفقي بسرعة أفقية. هنا بقى لو همشي بنفس المبدأ اللي انا لسه قايله لك اللي هو بيقول ها ان السرعة بتساوي تصرف على مساحة، انا بس سميت المساحة هنا سيرفيس، يعني الاس اللي انا ضفتها هنا سيرفيس اريا، مساحة سطحية عادي. انا ما تزعلكش لحد هنا، في حد عنده اي استفسار؟ تمام كمل معايا، كمل معايا واللي ليه استفسار حتى معلش لحظة واحدة. طب يا باشمهندس السرعه الراسيه هتساوي الكيو على السيرفيس اريا. لما اجي اتكلم عن الراسيه، السرعه الراسيه، السيرفيس اريا اللي عندنا دي بقى هتبقى مين؟ طول في العرض. الله يفتح عليك، مساحه قاع الخزان يا باشمهندس اللي هو الطول في العرض، يبقى هتساوي الكيو على ال ال في مين؟ في البي. ودي اللي اسمها السيرفيس لودنج ريت. ها استنتجت القانون؟ طيب كلام جميل، اجي معاك على ولا خلينا زي ما ها اجي معاك على السرعه الافقيه برضو بنفس المبدا الكيو على السيرفيس اريا. ها معايا كده؟ طب السيرفيس اريا اللي عندنا هنا بقى لو الندف كده ماشيه بشكل افقي عماله عايمه ماشيه بتعوم في الخزان بشكل افقي، فهي رايحة تخبط في انهي مساحة؟ انا بتكلم على السرعة الافقية، الجنب بتاع الخزانة يا باشمهندس اللي هو ده، صح ولا لا اللي انا بعشره معاك باللون الاحمر ده؟ ايوه تمام البي في الدي. باين ليك ولا لسه مش باين؟ باين 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 الدي في البي، الله يفتح عليك. يبقى انا هنا القانون بتاع الفي اتش هيبقى عبارة عن الكيو على البي في الدي، فاحفظهم زي عينيك ان شاء الله تتخيلهم، ان شاء الله لو انت عندك في الامتحان تعمل بايدك كده سهم راسي وانت على الديسك اللي بتمتحن عليه، فتقول انا كده عمودي، يبقى انا اكني بقول مساحه الديسك اللي هو الطول في العرض لو الديسك هو الخزان يعني. طب انا هنا لو بتحرك افقي عادي، ما حدش يعني مش قصدي انا بتكلم عني انا كالسيد، ما حدش هيقول عليا ان انا اهبل وانا قاعد في الامتحان وبعمل بايدي كده، لا انا بتخيل عشان ما اغلطش، تمام؟ طب انا لو بتحرك بشكل افقي يبقى انا بخبط في جنب الخزان اللي هو البي في الدي، فاوعى حضرتك ارجوك تتلخبط معايا كده. طب يا باشمهندس فهمنا، يبقى دول القانونين بتوع الاس ال ار او السيرفيس لودنج ريت والهوريزونتال فيلوستي. هي الهوريزونتال فيلوستي بالمره ملهاش اسم؟ لا ملهاش اسم، هي اسمها هوريزونتال فيلوستي او في اتش، تمام كده؟ انما السرعه الراسيه هو اللي ساعات او مش ساعات ده اساسي بيسميها سيرفيس لودنج ريت في خزانات الترسيب، تمام كده؟ طيب ركز معايا بقى هنا برضو يا باشمهندس، في حاجة مهمة جدا،
احنا اتفقنا قبل كده وقلت لك قبل كده ان اي ابعاد لاي خزان بتيجي من المعادله المشهوره اللي بتقول ايه، ها جاوبني، الكيو انا اسف الفي بتساوي الكيو في الايه في التي، صح كده؟ طيب في خزانات الترسيب لا، ممكن امشي بالمعادله دي ان هي تجيب لي الابعاد، وممكن امشي بمعادله السيرفيس لودنج ريت. ما هو بالراحه يا باشمهندس، معلش كده في الكلمه، لو هو مديني قيمه السيرفيس لودنج ريت ومديني قيمه التصرف، يبقى انا اقدر اجيب ال ال والبي، افرض واحد واجيب الثاني، ها صح ولا لا؟ مظبوط. يبقى دايما خد بالك، انت حتى لما ربنا هيكرمك كده وتشتغل في مثلا في المجال بتاع الصحيه، واشتغلت في مكتب وانطلب منك تصمم خزان ترسيب، لازم تسال اول سؤال لنفسك، هو السيرفيس لودنج ريت اللي انا هصمم بيه الخزان ده ايه؟ لان الفاكتور ده مهم قوي. اكتب كده ورايا قيمه معدل، او انت سجلها بقى ورايا، قيمه معدل التحميل السطحي او السيرفيس لودنج ريت في خزانات الترسيب قيمه مهمه جدا. انا اسف الموبايل فصل. معلش ثانية واحدة. تاني شباب، تاني اكتبها ورايا، قيمة معدل التحميل السطحي أو الرمز بتاع السيرفيس لودنج ريت قيمته مهمة جدا، ها مهمة جدا يا شباب، فين؟ في تصميم خزانات الترسيب، هيعتمد عليها حاجات كتير جدا، لأن ببساطة أنا ممكن أجيب منها الأبعاد. معايا كده؟ طيب يبقى احنا هنا صممنا، يبقى احنا هنا جبنا او فهمنا اللي في الورقة عندك، اللي هو ايه هو الفيرتيكال فيلوستي والقانون بتاعه جه منين، وايه هو الهوريزونتال فيلوستي، كل الكلام المكتوب ده انا شرحته. طيب في النهاية خالص عايز ابدا احول الحجم الابعاد، او عايز ابدا اوصل لابعاد الخزان، لازم تاخد بالك بقى ان انت هتحتاج تفرض ابعاد وتجيب الابعاد التانية، لان انا زي ما قلت لك المساله ما بتجيش مرسومه، فطالما ما فيش رسم يبقى ما فيش استنتاج لعلاقات، ما فيش ان انا اجيب علاقه ما بين ال ال والبي والدي والكلام اللي كنت بقوله قبل كده. طيب يا باشمهندس كلام جميل، ال ال افرضها بكام؟ لا تزيد عن 50 متر. ليه؟ عشان ما اعملش اي فاصل. يا هندسه انت بتتكلم عن خزان ضخم هيحوش جواه كميه ضخمه جدا من الميه لمده قايلين من ساعتين لاربع ساعات، فانت بتتكلم ان الخزان ده اصلا ما ينفعش يبقى فيه شرخ، او ما ينفعش يبقى فيه هفوه في الخرسانه عشان ما تسربش، ما بالك انت جاي تقول لي انا هعمل فاصل، ما فيش حاجه اسمها كده فيتال ميستيك. فالابعاد ما ينفعش تزيد عندك، ال ال تزيد عن 50، البي تزيد عن 10 متر، ولو هو خزان ذو قطاع دائري الفاي ما ينفعش ان هي تزيد عن 40 متر عشان ما اقدرش اعمل فواصل. الدبس بيتنفذ الخزان ده بعمق من 3 ل 5 متر، عدد الخزانات لا يقل عن 2 او اكبر من او يساوي 2. اعتقد الكلام مش جديد ليك، اعتقد الكلام انت سمعته قبل كده، صح كده ولا ايه؟ تمام. ايوه تمام، كلام جميل يا رجاله. تمام. ال في اتش كنت قلت لنا ان ال في اتش هتتحسب خلاص من التصرف على مساحه الجنب بتاع الخزان، المفروض ان القيمه دي انت قلت لنا ان هي ما تزيدش عن قيمه، الكود قال لي اشيك ان هي ما تزيدش عن 3/10 متر على المينت. ايه ده بقى؟ بص يا هندسه، ايه الوحده اللي هي بتاعت المتر على المينت؟ وفي حاجه انت فوتتها يا سيد لينا ورا، لما جيت تقول لنا ان الفيرتيكال فيلوستي او السيرفيس لودنج ريت قيمتها من 20 ل 40، الوحده بتاعتها بالمتر مكعب على المتر مربع على الدقيقه او بالمتر على الدقيقه، الوحده دي جت منين؟ انا بسال الناس بقى، انا مش هشرح لك ده، انا عايز اسالك اشوفك مصحصح معايا ولا لا. حد عنده مشكله ان الوحده تبقى بالمتر مكعب على المتر مربع على الدقيقه؟ لا يا باشمهندس. ما هي ما هي الكيو على الاريا، ما بالراحه الكيو على الاريا، الكيو فوق بالمتر مكعب على الدي، والاريا تحت يعني متر مربع، بدل ما اقول لك متر مكعب على الدي على المتر المربع، لا انا بحط الامتار ورا بعضها، متر مكعب على المتر المربع على الدي. طب انا ممكن اختصر المتر المربع مع المكعب ويبقى متر على الدي، يبقى الوحده ما تستغربهاش. طب بالنسبه للفي اتش الكود قال لي ما تزيدش عن 3/10 متر على المينت، يبقى انا افهم من كده ان لازم احول المتر على الدي لمتر على المينت، ها احول المتر على الدي لمتر على المينت، ان هو نقسم على كام يعني؟ على 24 في 60. معايا كده يا شباب؟ فالرقم هيقل هيصغر، فشيك ان هو ما يزيدش عن 3/10. طيب الهدار بتاع المخرج، القانون رقم 3، احنا قلنا القانون الاول اللي هو الفي، القانون الثاني
الفي في يعني او السيرفيس سودنج ريت، القانون الثاني الفي اتش صح كده، وبعدين فرضنا شويه ابعاد. سيبك من الترقيم ده غلط حتى، ده المفروض ان دي ثالث حاجه هقولها، التصميم بتاع الهضار او ان انا احسب كميه الميه التصرف المره من فوق الهضار اسمه كيو اوت لتوير معايا كده، او الاوفر فلو وير بقى تمام اللي انا اختصرته برمز الاو اف دبليو، عباره عن كميه التصرف بتاع الخزان الواحد. خد بالك من حاجه هندسه، في الفي اتش والفي فيرتيكال او السيرفيس لودنج ريت هتلاقيني بقول لك كيو على ان، لان انا دايما يا باشمهندسين ركز معايا، دايما انا بتعامل مع خزان واحد، ما ينفعش ان انت تبقى حاطط لي الكيو كليه وقاسم لي على البي في ال بتاع الخزان الواحد. طب تيجي ازاي؟ فهمني عشان برضو ما حدش وقفني في الحته دي، هو انت ليه قاسم على ان؟ ما لازم يا باشمهندس اقسم على ان، ما انا هقسم على مساحه الخزان الواحد، يبقى اكيد التصرف اللي انا بكتبه فوق في البسط ده تصرف الخزان الواحد. ها واضح ولا مش واضح؟ تمام واضح ولا مش واضح يا شباب؟ كلام جميل. برضو كذلك في الاوفر فلو وير، في الاوفر فلو وير هستخدم التصرف بتاع الخزان الواحد، يعني اقسمها على ان، على مين بقى؟ ال ال وير. ركز معايا، مش في الرسمه اللي احنا كنا راسمينها هنا شفت ان الميه هتعدي بالكامل من على الهضار بتاع المخرج؟ طب هضار المخرج ده هيتعمل ازاي؟ هيتعمل يا باشمهندس في نهايه الخزان بنفس الطول بتاعه، هو نفس عرض الخزان، يبقى ال ال وير هنا بتساوي مين؟ ال ال وير هنا بتساوي البي، بتساوي البي. الله يفتح عليك، يبقى ده اللي انا هعوض بيه في القانون اللي تحت اللي هو هنا ال ال وير الهضار بعبر عنه بطول زي ما انا كاتب لك، زي ما الراجل كاتب اللي كان بيكتب ورا ال ال وير هنا هتبقى ايه بقى؟ ها ال ال وير هتساوي عرض الخزان. الاوفر فلو وير بقى دي خد بالك ان ليها قيمه، الكود قال لي عليها، الاوفر فلو وير دي لا تزيد عن 600 او 450 في حاله مين؟ في حاله الهضار الفي نوتش اللي هو واخد شكل في يعني في هات، يبقى الاوفر فلو وير ما تزيدش عن 600. الوحده يا شباب متر مكعب على المتر قد ايه؟ حد مستغرب الوحده؟ انا بسال انا سؤال، حد عنده استغراب للوحده ولا الوحده عاديه ومفهومه؟ شباب باشمهندسين؟ لا تمام. تمام يا هندسه. تمام. تمام ليه؟ تمام لان هي متر مكعب قد ايه فوق في البسط وتحت هتبقى مرسومه على مقسومه على المتر خلاص. طب يا باشمهندس هو هيحدد لي نوع الهضار؟ لا، من كتر ما المساله سهله انت اللي تفرض وتحدد لنفسك، تقول ان الهضار بتاعي هو في نوتش فهقارن ب 600، او الهضار بتاعي مستطيل فهقارن ب 450. كلام جميل. طب يا باشمهندس يبقى معنى كده ان انا محكوم بقيم؟ طب ما يبقى كده ال ال وير بقى، ما هو التصرف ثابت والاوفر فلو وير والكود حدد لي قيمه ليه، يبقى انا اقدر العب في مين عشان اسيف الاوفر فلو وير؟ ال ال وير ده اللي انا اقدر العب فيه، يعني اقدر اكبره عشان اقلل قيمه الاوفر فلو وير لو هي زادت. باخدها بكام؟ باخدها ببي، او بي زائد ال ال على 3، او 2 بي، او 3 البي. طب ازاي يا باشمهندس؟ ازاي ازاي يعني انا مش فاهم بقى هتعمل ده ازاي؟ بص يا هندسه، انا قلت لك ان الخزان هيبقى عامل كده مثلا، ده هضار المدخل وده هضار المخرج، الميه هتتكب كده. ها حد عنده استفسار؟ الميه هتتكب كده، قلنا ان الهضار ده هنا كده اللي انا رسمه بالازرق ده حتى ماشي بكامل طول مين؟ بكامل عرض مين؟ ها بكامل عرض الخزان. كلام جميل. طب الكلام ده يا باشمهندس هيبين لنا اكتر من البلاد، هو هنا يا باشمهندس لو انا ده الخزان بتاعي والميه داخله من هنا وخارجه من هنا وده كده الهضار، الميه هتبدا تعدي من عليه كده وتتكب عشان تخرج، صح ولا انا غلطان؟ طب يا باشمهندس لو الله يفتح عليكم، تمام، لو الطول ده ما سيفش انت بتقول ده كده بيساوي البي، طب لو هي بي زائد ال على 3 اعمل ايه؟ ارسم ال على 3 ورا. بص كده هندسه هتبقى المخرج بتاعي يبقى عامل شبه اليو، يعني الطول ده كله اللي انا بعد لك عليه تاني ده كله طوله بي زائد ال على 3 بحيث ان المايه تبدا تتكب من على الطول ده كده عشان اسيف بس. واضح ولا مش واضح يا شباب؟ تمام. طب لو هو 2 البي اعمل ايه؟
هدارين ورا بعض. الله يفتح عليك. يبقى كده الدكتور فعلا تمام، هيبقى حضرين ورا بعض كده. الناس ما شاء الله بتحضر المحاضرة. تمام يا رجاله، الله ينور عليكم، الناس كلها فاهمة يا شباب. طب حضرين ورا بعض ازاي يعني هندسة؟ هرسم لدي القطاع بتاعها، هتبقى عاملة كده يا شباب، بحيث ان المية اهي، المية هنا كده تبدأ تتكب من على الحضار الاولاني، تملأ المسافة التانية وتبدأ تتكب من على الحضار التاني، كأنه سلم، كأنه سلم متدرج. الناس فاهمة يا شباب المنظر ولا مش فاهمين؟ ايوه تمام. طيب لو هو 3 حضارات، لو ده كده انا فعلت الاثنين البي، انا اسف، 2 البي. طب لو هو 3 البي، 3 حضارات ورا بعض وهكذا. مظبوط. طب يا شباب ده اللي انا هعمله معاك. طيب لو هم كده انا صممت، لو اتفضل اكتر هيبقى لازمته ايه؟ ما هو اول حضار هيتملى خالص، وكده كده تاني اخر حضار ولا هيشتغل؟ لا كله بيشتغل معاك، هما كلهم شغالين از وان يونت. مش هيحصل له انه يبقى سبميرجد وبقى ايه يشتغل لا على لا 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 خالص خالص، كلهم بيعتبروا از وان يونت حضار واحد. انا عارف انت عايز تقول لي طب ما كده كميه التصرف المره من فوق الحضار الاولاني كبيره لا انت فصلت. انا بقول لك هيدروليكيا الثلاثه بيشتغلوا حضار واحد، لان المسافه مش كبيره زي ما انت متخيل يعني. معايا؟ ده هي دوبك ممكن اللي يفصل ما بينهم ممكن يبقى قيمه 20 سم 25 سم، معايا؟ حاجه بسيطه فوق ما انت متخيل يعني. بالنسبه لخزان طوله 50 متر الكلام ده طبعا ولا حاجه، صح ولا انا غلطان؟ تمام تمام كده. طيب كل ده يا باشمهندسين انا كده صممت الابعاد، حسبت الاوفر فلوير، شيكت على السرعات، كلام جميل. طب بالنسبه للروبة بقى، الروبة هتتحسب ازاي؟ الروبة هتتحسب من قانون اعتقد بنسبه برضه 99% الدكتور قال لك هيجي لك مش هتحفظه، ويا ريت برضه الناس تاكد ورايا مع الدكتور. قانون اسمه في سلادج، ده قانون بيحسب لك حجم الرواسب للخزان الواحد في اليوم الواحد. ها تاني، القانون ده بيحسب حجم الرواسب في اليوم الواحد للخزان الواحد، قانون طويل كده وما فيهوش اي تحويلات. يعني من ضمن ما المساله سهله ان المساله حتى ما فيهاش تحويلات. البسط فيه عباره عن السسبندد سوليد، محتوى الماده العالقه اللي هو كميه يعني الفلكس اللي موجوده في قلب الميه، ودي هتبقى نقطه لك في الامتحان. كلام جميل. مضروبه في كيو بتاعت الخزان الواحد، تصرف الخزان الواحد، عشان كده قاسمها على ان. مضروبه في الريموفال افشنسي، كفاءه الازاله الاي، ده كله البسط. الكلام ده هيتقسم على الجاما بتاعت الماده العالقه اللي هي بتبقى 1.5%. تمام كده. مضروبه في 1 ناقص الووتر كونتنت، المحتوى المائي. القانون ده على فكره انت اعتقد خدت حاجه شبهه في الاساسات. المهم مضروبه تحت في المقام في 10 اس 6، ال 10 اس 6 دي عشان حضرتك مش هتعمل اي تحويلات خالص، يعني المساله زي ما هتجيلك زي ما هتحطها في القانون، وما تشغلش بالك بقصه التحويلات خالص. حجم الرواسب هنا بيطلع بالمتر المكعب. ها تمام كده. وباكد تاني حجم الرواسب ده للخزان الواحد في اليوم الواحد، فعشان كده انا حاطط الكيو على ان الكيو بتاعت الخزان الواحد. طب كلام جميل. بص بقى يا هندسه معايا، هو انا لما اجي اقول لك كده تعالى لي يا باشمهندس صمم لي فوق البيت عندي خزان يحوش ميه، يحوش لي كميه ميه، او انت هتبدا تسالني انت عايز تعمله للطوارئ عشان لو الميه قطعت؟ طب كلام جميل. عايز كميه ميه قد ايه؟ انت بتسالني ليه عن كميه الميه؟ مش من حقك. لا يا باشمهندس مش من حق ايه، ما هي كميه الميه اللي انت عايزها تتخزن هي اكيد حجم مين؟ الخزان. رد معايا يا شباب، حجم الخزان. كلام جميل، الله يفتح عليك يا محمود. يبقى انا هنا عندي، يبقى انا هنا افهم من حاجه، ان انا لو طلع لي، ان انا هنا لو طلع لي كميه رواسب بحجم معين هي دي كميه الايه؟ هي دي نفس حجم مين؟ اسف، الهوبر. هي دي هتبقى حجم نفس حجم الهوبر، نفس حجم الحيز، صح ولا انا غلطان؟ مزبوط. انا بقول لك ان الروبه اللي طالعه من الخزان ده مثلا طلعت 50 متر مكعب، يبقى انا هنا اكيد مطالب ان انا اعمل كون تحت الخزان مقدارها كام؟ 50 متر مكعب. لا استناني بقى، مش احنا اتفقنا في السكشن ده اول حاجه قلناها ان انا ممكن اعمل اكتر من حيز تفريغ في الخزان الواحد؟ مظبوط. لان ال 50 ده رقم عشان انفذه هيبقى ضخم جدا، وانا المفروض في التصميم اراعي الجانب الاقتصادي. فانا هنا وليه يا باشمهندس تتعبني ان انا انفذ لك كون بحجم 50 متر مكعب؟ طب ما تقسمهم لي على 3 او 4 كونات بحيث ان الكون الواحد يبقى حجمه 12 ونص ولا 13 متر مكعب في المتناول يعني، صح ولا انا غلطان؟
مظبوط. طب في حاجه كمان اجمل واجمل، طب يا باشمهندس سؤال، ال 50 متر مكعب الروبه دي ده في نهايه يوم بالكامل، لان انت حضرتك حاطط التصرف متر عدي، يعني ده في نهايه يوم بالكامل الخزان ده هيرصد 50 متر مكعب او هيطلع فيه عواصم مقطره 50 متر مكعب، وانا ليه استنى يوم بالكامل عشان افرغ الروبه دي؟ طب انا ممكن افرغ الروبه دي مرتين في اليوم، يعني مره في نص اليوم ومره في اخر اليوم، بحيث ان انا اقلل معايا الحجم شويه، اريح الحجم معايا شويه. ها صح ولا انا غلطان؟ تمام صح. يبقى انا هنا بقى يجي معايا قانون اللي عندك في الشاشه دلوقتي، الشاشه اتقلبت ولا لسه ثابته؟ لسه احنا فين على الحجم لسه؟ تمام هي كده تمام. جت. يبقى انا عندي تمام يا رجاله، تمام يا محمد. يبقى انا عندي فيس لاج ووبر حجم حيز الرواسب الواحد، ممكن ان انا اجيبه عن طريق ان انا اقسم الحجم اللي انا جبته من القانون اللي فوق على ان في ان، ان دي عدد مرات التفريغ في اليوم، وان الثانيه عدد الهوبر اللي موجوده في البلان او في الرسمه. طب يا باشمهندس لا قال لي معلومه عندي ولا قال لي معلومه عندي، ثبتها معايا وافرضها واحفظها. 2 في 2 على اساس ان انا هفرغ الخزان ده مرتين في اليوم، وعلى اساس ان انا عندي 2 سلاج هوبر في الخزان. ها واضحه كده ولا ايه؟ تمام تمام. طيب تصميم الاميتي بايب، تصميم الاميتي بايب المفروض ان الدكتور كان لغاه السنتين اللي فاتوا، مش عارف هو قال ولا ما قالوش. ها حد بيحضر المحاضره وفاكر الدكتور؟ قول يا سلمي، قول يا سلمي. ماسورة التفريغ معلش انا عارف ان ممكن يبقى سؤال. طب طب بصوا يا شباب هنأجلها وهتأكد من الدكتور وهرجع لكم فيها المره الجايه. سلمي اهو، سلمي هو اللي هو يا عم انا مش الراجل ما يبقاش فاكر، الراجل ممكن ما يبقاش فاكر. عارف رجاله فانا هتاكد حاضر من الدكتور وهقول له. هي الموضوع بسيط، الكيو بتساوي الاريا في الفي، يعني الموضوع ابسط من البساط، بس علشان المساله المفروض ان هي سهله الدكتور بيبقى عامل لها مثلا في الوقت في امتحان 5 دقائق، يعني فانت ما تضيعش فيها دقيقه وهي مش عليك معايا كده. فانا هتاكد حاضر من الدكتور وهقول لكم. حاضر تمام تمام بس. طيب تعال نبص للشيت، هو برضو الشيت ده مش لانشاءات، يعني برضو الكلام المكتوب ده مش صح، هو ده شيت عام وانشاءات مع بعض عادي. تمام عشان بس ما حدش يقول ان ده شيت انشاءات واحنا انت فاهم. لا هو معايا يا رجاله؟ معاك انت. تمام يا باشمهندس. طيب بيقول لي عندي محطه التصرف اللي داخل المحطه دي 18000 متر مكعب. وعلى فكره يا باشمهندس غالبا قال الام بي تي ديت، انا فاكر حاجه زي كده قال ال. طب نقول تمام. على فكره هقول لكم على حاجه، تعالوا نقولها، تعالوا نقولها، ولو ما وهتاكد انا برضو من الدكتور، ولو طلعت مش معانا انت خد بالك في المشروع هتصممها، يعني كده كده مش هتخسر انت فاهم. بس انا قصدي لو الدكتور قال مش معانا هقول لكم السكشن الجاي يا جماعه ما حدش يضيع وقت انه يصمم ماسوره التفريغ معايا كده. تمام بقى، ماسوره التفريغ دي خد بالك ان كل حيز رواسب او روبه من اللي انت عامله تحت في القاعه اللي احنا اتفقنا خلاص هيبقى 2 هيبقى متصل بماسوره، الماسوره دي فيها محبس بحيث ان يتفتح عشان يفرغ الروبه اللي اتحوشت. كلام جميل. اي ماسوره في الدنيا بتتصمم بالمعادله اللي بتقول الكيو بتساوي الاريا في الفي. كلام جميل. الفي السرعه، افرض معايا ان السرعه بتاعه الروبه اللي هتخرج هتبقى بسرعه 1 متر على الثانيه، ده رقم واحد. الاريا وانا عايز اجيب القطاع بتاع الماسوره، عايز اجيب الفاي اللي هو بايع الأربعة في تربيع معايا رجاله ولا ايه؟ تمام. الكيو بقى الماسوره، التصرف اللي هيمشي اي مقداره ايه؟ بص يا شباب مش احنا عارفين ان التصرف دايما حجم على زمن؟ تمام. ايوه تمام. حلو، بصوا بقى يا شباب انا عندي هنا الحجم هو حجم الرواسب اللي متجمعه في الهوبر اللي هو هيجي من القانون الاولاني ولا القانون الثاني؟ اهو بص كده وشوف، من القانون اللي فوق ولا من القانون اللي تحت؟ يعني من القانون اللي فوق، من القانون اللي بيحسب، يعني من القانون اللي فوق اللي بيحسب الروبا كلها للخزان ولا من القانون اللي تحت اللي بيحسب الروبا للهوبر بس؟ اللي تحت. الله يفتح عليكم. الناس فاهمه كده شباب ولا في حد عنده استفسار؟ كلام جميل. طب ده الحجم اقسمه على زمن ايه بقى؟ قال لك احنا هنا بنعتبر ان انا هفرغ او هفتح المحبس بتاع الروبا دي كل ربع ساعه. الله، مش انت بتقول يا باشمهندس هتتفتح مرتين في اليوم؟ لا يا باشمهندس ده هو الكميه كلها هتتشال او يعني سؤال، هو انا هفتح انضف بعد في نص اليوم، يعني في نص اليوم الروبر ده هيبقى نضيف تماما لان انا فرغته، بس هل ده معناها ان انا في نص اليوم في لحظه او في فيمتو ثانيه كده هقوم فاتح بفرغ كل الكلام ده في ثانيه؟
لا يا باشمهندس، ما الكلام برضو بيتشال اول باول بحيث ان اجي عند نص اليوم الكلام ده كله يبقى مش موجود. ها يبقى بتتفتح بمقدار ربع ساعه، يبقى انا هنا هفرض ان زمن التفريغ حوالي 15 دقيقه، وهيبقى فوق في البسط حجم سلادج اوبر، فحجم سلادج اوبر ده بالمتر المكعب، وتحت 15 دقيقه، ما ينفعش يبقى عندي 15 دقيقه احولها ل 15 ثانيه عشان يبقى كيوب المتر المكعب على الثانيه. من هنا اقدر اطلع قيمه الفاي او قطر المصوغ، برضو الموضوع مش هياخد منك دقيقه في الامتحان. تمام تمام كده. طيب بص المساله معايا الاولانيه، بيقول لي عندي محطه فيها التصرف مقداره 18000 متر مكعب، معايا كده شباب، وعندي خزانين ترصيب، كل خزان بحجم مقداره 30 في 9 في 4. الله، ده اداني هنا الابعاد، ده مساله جميله. لا كمل شوف هو عايز ايه. قال لي ان الكلام ده عشان يشيل 85% من السسبندد سوليد، اللي بالمناسبه السسبندد سوليد هنا يعني فلكس، يعني اللي بالمناسبه كميتها 250 ملي جرام على اللتر، والكثافه 1.5%، والووتر كونتنت 97%. طلب منك تحدد، يعني كانك بترجع في المساله بالراجع بقى، يعني كانه اداني الخزانات وبياناتها وابعادها، وعايز تحسب الريتنشن تايم. عايز يحسب الريتنشن تايم، عايز يحسب اوفر فلو ريت، وبالمناسبه اكتب كده معايا اوفر فلو ريت، او انا اكتب لك في الورق على فكره، هي سيرفيس لودنج ريت. اوعى تتلخبط في كلمه اوفر فلو ريت ان هي تبقى الاوفر فلو وير، لا، الوير لازم يقول لك وير هدار. ها واضحه كده؟ حتى هو كاتبها في النقطه رقم ايه؟ رقم 4، حتى اللي كاتب كان سرحان، دي النقطه رقم 4 معايا كده. وطالب ان انت تحسب في النقطه رقم 3 الفوليوم اوف سلادج. تمام يا باشمهندس بالراحه. عشان احسب الريتنشن تايم، ايه المعادله الوحيده اللي داخل فيها عندك الريتنشن تايم؟ الفي بتساوي الكيو في التي. الله يفتح عليكم، الفي بتساوي الكيو في التي، الله ينور عليك هندسه. طب الفي اللي هحطها على طرف المعادله، حجم الخزان ولا الخزانين؟ حجم الخزان. والله مش هتفرق، والله مش هتفرق. لو انا حطيت حجم الخزان الواحد الكيو جوه، شوف اهي الكيو جوه هحطها بكام؟ ب 9000 متر مكعب. الله يفتح عليك. الناس فاهمه يا شباب ولا الناس مش معايا؟ تمام يا هندسه. طب لو انا هحط حجم الخزانين الاثنين، يعني هقول حجم الخزانين 18000، الله يفتح عليك. يعني لو هقول ان الفي 30 في 9 في 4 في 2، يبقى انا جوه هحط الكيوب كليه اللي هي 18000. المعادله دي اللي هي قدامنا اللي هي طلعت خزانين، انا كنت حطيت لك الخزانين عشان كده كيو عوضت ان هي تبقى بكام؟ ب 18000. هتطلع لي ان التي ب 12%. 12% ايه الوحده بتاعت ايه 12% دي هندسه؟ 12% ثانيه ولا ساعه ولا دقيقه ولا يوم؟ يوم، لان المعادله كلها شغاله باليوم. يعني اضرب في 24، ضربت في 24 طلعت لي 2.8 من 10 ساعه. ده كده الريتنشن تايم. طب السيرفيس لودنج ريت، ها قبل ما نقلب الشاشه ويا ريت ما تبصش في الورق برضه عندك، ها السيرفيس لودنج ريت هتبقى عباره عن ايه؟ كيو كيو على الاريا بقى اللي هي الخزان الواحد دي في ال تعمل. انت هنا اتمنى ان الناس كلها بتعمل بايديها حركه الفيرتيكال فيلوسيتي، يعني كانك بتنزل بصبعك اسفل، يبقى مساحه القاع بي في ال. كلام جميل اهي، وحتى رسمتها لك تاني، بس الكيو بتاعت الخزان الواحد اوعى تنسى. يبقى هنا هقسم ال 18000 على 2 على الله يفتح عليك على مساحه قاع الخزان اللي هو 30 في 9. كلام جميل. تمام كلام جميل. بعد كده طبعا الوحده زي ما انت عارف. طب لو كان طالب مني حجم المساحه الافقيه، انا اسف، الهوريزونتال فيلوسيتي هتبقى بقى على الدي في البي. المقام الله يفتح عليك، المقام كان هيبقى عباره عن 9 في الدي اللي هي في 4، هو مديني الدبس ب 4، بس هو هنا ما كانش طالب، ودايما حل على قد المطلوب ما تزودش حاجه هي مش هيبقى عليها درجات. طيب طلب مني الحجم بتاع حيز الرواسب، عشان اجيب حجم حيز الرواسب محتاج ان انا اجيب حجم الرواسب نفسها، حجم الرواسب نفسها الاول اللي هو هيساوي ايه؟ القانون الطويل، ال 250 في 9000 في كفاءه الازاله اللي هي 85% على ال 1.5% في 1.97% اللي هي الوتر كونتنت في 10 اس 6. طلع لي ان حجم الروبة او الرواسب للخزان الواحد في اليوم بالكامل 60.7 من 10. ها حد عنده استفسار يا شباب؟ 60.7 من 10 ايه؟ كفاءة الإزالة ممكن أشغلها لحد قد إيه وأحققها؟
اعلى كفاءه ازاله هندسه عمليا كمش يعني مش هقول لك نظريا بالوضع العادي خالص، ممكن تبقى 80% كمان، ممكن تبقى 80%. فهي بتتاخد برينج انت فاهم من 80 ها من 80 ل 90%. يعني هو في حالات بيتقالك عليها ساعات 95%، بس دي حالات حتى بعد مرة التشغيل او مرتين تشغيل هترجع كفاءة الازالة تقل تاني. معايا كده شباب؟ الازالة ديت بتزيد مع الزمن؟ لا مش بتزيد مع الزمن. هي طبعا انا اسف صح، بتزيد مع الزمن. كل ما هسيب المية جوه الخزان اكتر كل ما الكفاءة هتبقى اعلى، وكل ما هقلل الزمن كل ما الكفاءة هتبقى اقل. الله يفتح عليك. معايا شباب؟ يبقى ده حجم الرواسب للخزان. طب انا كان طالب مني حجم الهوبر، يبقى الحجم ال 60.7 ده محتاج ان انا اقسمه على 2 في 2، وبالتالي طلع لي ان حجم الهوبر 15.8 او 18%. انا اسف. معايا كده؟ طب كان طالب مني الاوفر فلو وير. الاوفر فلو وير هنا هندسه هيبقى عباره عن الكيو بتاع الخزان الواحد على ال وير. الكيو بتاع الخزان الواحد اللي هو 9000، ال وير هتحطه بكام؟ والله استنى يا باشمهندس، لازم احدد للدكتور الاول الهضار بتاعي في ولا ايه ولا ريكتانجولا. معايا كده؟ انا هفرض ان هو في على اساس ان تديني سماحيه شويه، الرقم يبقى كبير شويه ب 600. طب ال وير احطها بكام؟ احط ال وير هنا في المعادله دي بكام يا شباب؟ خدها مثلا بي، نجرب البي وبعدين نجرب البي. الله يفتح عليك، كده انتوا فاهمين قصدي. لازم اجرب البي، البي اللي هي 9 متر طلعت لي ب 1000. ما هو انت لما تقسم 9000 على 9 فيها 1000، يبقى ان سيف ولا سيف؟ ان سيف. يبقى ساعتها هروح في الايه؟ في الداتا بتاعتي اللي هي اللي الكود قال لي عليه. هجرب مره بالبي، مره بالبي زائد ال على 3، مره ب 2 البي، مره ب 3 البي. طب يا باشمهندس اتنين اجرب فيهم ولا عند اول حاجه تحقق لي اقف؟ لا، عند اول حاجه تحقق لك اقف. فانا لما جربت البي زائد ال على 3 اللي هي ب 19 متر يعني نجحت او مشيت معايا، طلعت لي ب 19 متر، فحطيت ال وير ب 19، وهنا اقدر احسب الاوفر فلو وير اكشوال. ممكن الراجل اللي حاله ده يكون مهجص، معلش فسيبك من اللي هو حله ده. ها انا هنا هحط البي زائد ال، يعني هنا يا باشمهندس انت مش محتاج تتنيك تحسب بي وبي زائد ال على 3، لا، انت بمجرد ما طلعت معاك. هو خد بالك اللي عمله الراجل ده هنا ايه؟ قال لك لو انا حطيت ال 600 الالاوبل، ال ال تطلع لي بكام؟ ب 15. يبقى المفروض ان انا اطلع قيمه اكبر من او تساوي ال 15 عشان يبقى ال ال الاوفر فلو بتاعي سيف. ها فالتسعه اقل من 15 ما تحققش، ال 19 اكبر من 15 تحقق، فالمفروض يشتغل بمين؟ بال 15. معايا ولا ايه يا شباب؟ معاك يا هندسه، بس هو هنا خد ال 18 بحيث ان هو يوفر بالنسبه له في طول الهضاره. بالظبط، هو هنا ممكن يكون خدها ال 15 بحيث ان ممكن هو الكود هنا قال لي امشي بالترتيب برضو، يعني الكود هنا قايل لي امشي بالترتيب ده، انت فاهم؟ يعني حتى لو استخدمت 19 الكود قال لي، هو الكود اللي قال لي كده. مفهوم يا شباب؟ تمام، يعني الاثنين صح في كل الاحوال. الاثنين صح، الاثنين صح. بالظبط بالظبط. انا هستاذنكم بس خمس دقايق، خمس دقايق بس، هعمل مكالمة تليفون وهرجع لكم. الناس ما تمشيش معلش بعد اذنكم من الجروب. ماشي اتفضل. تمام يا باشمهندس. ماشي يا رجاله، انا حتى مش هطلع من المكالمة يعني. انا هقفل بس البرزنتيشن بقول لك يا شعبان عشان معلش ما كنتش مركز. بس ايه يا حبيبي؟ هو كان بياخد 19 بس هو قال لي وفر فخدها 15، دي اول واحده توفي معاه يعني. ال 15 ديت 19 ال 15 ده اللي الهضار اللي انا محتاجه، الطول الحقيقي اللي انا محتاجه. ايوه في المساله هو عشان المساله سلمي خد حل على انه يجيب ال اصلا، انت فاهم؟ يعني هو عوض بالقوانين وجاب ال على اساس ان ال في ب 600. والمعيد يعني كان بيتكلم في ال 18 ولا 19، ان هو قال لي وفر فياخد ال 18. هياخد ال 18 بس هو قال لك مشي بالترتيب. هو قال لك ال 19 عشان هيمشي بترتيب القوانين، وال 18 لو عايز توفر. اشتغلت قوي. احنا ورانا سكشن ايه تاني النهارده؟
لما قسم يا جدعان، لما قسم يا جدعان ال 9000 دمت على ال، وعامل ايه جاب ال ال بتاع دي ازاي؟ اه تمام خلاص، سواها بال 600 اللي هو عايزها. خدت بالي. تمام، هو المفروض في طرق قريه يا طارق، تقريبا الطرق مش هناخدها تقريبا يعني، اما بالليل كده كده، فبعد ساعتين هيبقى في راي. طب في سكشن الراي صحيح ولا اتلغت الاسبوع ده، ولا الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ في يا عم راي، في راي ان هم كروتونا في المحاضره يا عم عشان خاطر ان احنا ناخد ام سكاشن. حد فهم حاجه في المحاضره؟ كانت محاضره جميله يا باشا. هو عمل ايه في المحاضرة؟ ما هو حل المسألة، هيخش السكشن حل يحل ايه يا المسألة عم برضه. حل ايه؟ يا ريته حتى حل المسألة. قال لنا الكيسز ايه وراح جاري. يا ريته عمل اي حاجة يا عم. لا انا هخلص السكشن ده وانا مخلص اتقفل. انت يا عم طارق تعمل اللي انت عايزه، احنا نوزع ولا هم الناس دي مش عارفة يا باشا. طلع لك قرار حالا اهو. الله يبارك لي فيك. فرمان كمان، فرمان حالا. انا مش قد الكلام الكبير ده. يا نهار ابيض، انت بس تؤمر عم طارق. اخويا الله يبارك. انا اكلم الوزير بس اول ما اخلص على طول. عايز اكلم لك السيسي نفسه، اكلمه. ولا سيسي جايز نفسك الله. اكلمك بعد السكشن. ايوه يا باشا، ودلوقتي كمان مطبق والسهرايه كانت حلوه والواحد دماغه مش فيه. ايوه يابا خلصان. انت عارف بقى ليالي الشتاء بقى. ايوه كيف وضع الخلق وكده ولا ايه؟ ايه؟ بقول كنت بتجلى مع الزاد بقى، وكيف وضع الخلق ومش نايم النهارده؟ لا ده انا كنت في الشارع، لا بقى انا هقضيها في البيت. الساعة دي لا يا عم طارق يابا من رجال الاسكيمو. لازم يا باشا نتلم احنا والصحبه الحلوه على البحر. اللي بالك عشان الكلام كله متسجل. اه ولا انت هتعرف ان ابو طارق بيهمه؟ ما انت عارف. ما انا بقول لك بس عشان، لا ما انا عارف بس عشان بس ما تقولش كده، ولا كده هتفضل متسجله ممسوكه علينا. لا ولا تقلق وبعدين انا امسكه ايه؟ كلها ترم. انا قافش سجل. انا دايب. اوعى يا سلمي، شوف اهو اهو واحد زيادات تخاف مني. انت الوان ليك سيديات حلوه عندي. انا عارف انت هتقول لي انت الدفعه كلها لها سيديات معايا. يا عم ده انا شفت عنده صور بالصدفه، اقسم بالله نسيت الصور دي اصلا. يا عم ده عيل عيل، بص دماغه دماغ والله العظيم. اتبيه ده كان فيه مصور بص صور، بيمسك بيمسك انا مش عارف انه صورها غريبه. بيستغل الوقت كده بص، ويستغلك وانت بتعمل اي حاجه كده ومش واخد بالك، هوبا يقوم لقط الصوره دي. جت لينا صور في قاعات الرسم ما اعرفش ان هو صورها اصلا، اكتشفتها فجاه كده. عيل قذر. فاكره الصوره بتاعتك انت وطارق لما كنتوا نايمين على اللوحه والمؤسسه صورتكم من ورا؟ استغفر الله. عيب يا ابني الكلام ده يا ابني، ايه من ورا دي؟ عيب. ورا اللوحه؟ اقفل يا ابني التسجيل ده يا ابني، هتودونا في داهيه. هما اللي فيهم غلط يا عم. اصحى مسدي، اصحى مسدي، مش سامع لك صوت خالص. اصحى اصحى، سيبك من انك انت تفتح الميتنج وتنام دوت يا عم. سيب الراجل ينام يا عم. نايم نايم خالص، هيتفاجئ ساعة ما يفتح التسجيل ويلاقينا بنرخم عليه. اصحى يالا. الوان السكشن بتسجل يا الوان. انا عارف يا عم. طب يرضيك الناس يعني تلاقي الحتة دي كده فاضية ما فيهاش صوت؟ شوف وانا اللي فاهمك غلط، روح يا شيخ الله يبارك. عشان يفوق وما يناموش هما بيسمعوا التسجيل. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا نمسح التسجيل ده اساسا ما نطلعوش بعد بره السكشن. يبقى ينزلوا سكشن انشاءات بقى وخلاص.
كم من نوم يا سيسي؟ كم من نوم؟ انت بقيت فوق دلوقتي؟ انا فوق وقت ما اخوي يا عم في ايه؟ انت تعمل اللي انت عايزه. هو حق الوزير يطلع قراراته النهارده؟ اعتبر القرار طلع غلط. قالك الفرق النهائيه صح يا جدعان باستثناء الفرق النهائيه. كلمه يا عم بقول لك حد يطلع الواد الحزين ده يا عم ده بيروح. لا يا عم هي الصراحه هي الصراحه مش تاخد البكالوريوس ده اللي هيحصل فعلا. ده اللي هيحصل في واقع عليه. ده اللي هيحصل يا ابني. ده دستور رئيس الجمهوريه ما يعرفش يلغي لك الامتحانات حرفيا. لا رئيس الجمهوريه ما عرفش يلغي الفرق اللي هي امتحانات. انت تعبان يا ابني. لا احنا امتحاننا ميد ترم. لا 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 بقول لك ايه ما تفخمش بزياده وتقول رئيس الجمهوريه ما عرفش يلغي وما يلغيش. بالله ما يعرف. دستور يا ابني دستور. الفرقه الرابعه امتحان السنه اللي فاتت. لا الفرقه الرابعه ولا الدراسات العليا. ايوه ما ينفعش. انت تتخرج يا ابني. انت تبقى مهندس ايه على باب الله كده؟ هديك شهادة ايه؟ ده لو بيكتب لك شيك على غيادة اخد عليك ضمان. بزروا يا جدعان. يا جدعان ما تقولوش كده يا جدعان. يا جدعان ما تقولوش كده عيب. عيب والله. لازم نقول كده عشان ما تتعشمش. انت بلاش انت يا عم انا مش متعشم بس ما تقولش ما ينفعش. لا في عادي تنفع زي ما الجامعات اللي بره كلها عملت لهم ابحاث وخرجوهم مشاريع. بس يا ابني اسكت يا ابني ما فيش الكلام ده. بس احنا بالنسبه لنا انا مش عامل حسابي على كده بصراحه. انا بالنسبه لي عامل حسابي ان هو كده كده في امتحانات. انا عامل حسابي مينيمم ان شافوا هيتلغي. هو خلاص بص احنا هي بص ميزه وعيب. ميزه وعيب. الميزه ان انت هتحافظ على صحتك لغايه اخر ايه لغايه الفاينل بعد يشيل. العيب ان هي تبقى درجات الفاينل الكبيره. عم كبيرة كبيرة اهو ننقص في الفاينل واحنا كده قدام ورقة احسن ما ننقص في الفاينل قدام الدكتور. اسألك كده وانت تبقى قاعد انت مش عارف تجاوب بتبقى مشكلة. بص يا اسطى خلاص تقول بقى عشان ما نلغيش كتير. لو علمتم الغيبة لاخترتم الواقع. هو اللي في الخير هو اللي ربنا هيقدمه لنا. خلصانة. الله عيط كلام. الله عليك. كلام كبير. اخويا السيسي اخويا خلاص يا جدعان ترمي تاني مندوب الدفعه. خلصان. السيد هيسمعك هيضربك بالنار. هو السيد المفروض هنا. ما هو نايم. طب شفت يعني مسؤول مش مسؤول. لا يا اسطى وبعدين اصلا السيد عامل شغل علي اقسم بالله. يلا خير هاني على الله يا رب. الباشمهندس فين يا ابني؟ اهو ده واحد كان نايم ولسه صح يا عم. النت فصل. مساء الخير يا مايك. ميكي اللهم اهديك. طب هو خلص شرح ولا عمل ايه؟ لا دقيقتين بس. لا طالعين فصحى.
تتوقعوا هيلغوا الامتحانات اللي بتوع تالتة ويشمتوا فينا زي ما كنا بنشمت في بتوع رابعة السنة اللي فاتت؟ ده انا زليتهم زليتهم. انا متوقع على فكرة فعلا انه ممكن يعمل حاجة لسنين النقل عادي، انا متوقع لان فعلا الوضع بره وحش جدا كمان، لكن لينا احنا انا مش متوقع حاجة زي كده. عمال انا ما بشوفش الوضع ده عندنا ليه؟ البلد عندنا عادي كأننا في الصيف وفي الشتاء، ما فيش اي اختلاف نهائي يعني، ما الدنيا كلها ماشية عادي، بس الاصابات بالهبل، الاصابات بالهبل بالهبل، والدنيا متقفلة، المستشفيات كلها اتقفلت، ما عادش فيها مكان. مستشفى العزل اصابات كبيرة جدا في المنصورة هنا، الطوارئ ومستشفى جهان وكله قفل، كله وحولهم جزء من المدينة الجامعية كمان، من سكن كل الطلبة. المدينة الجامعية اللي في شارع جهان بقت حجر صحي. ما انا بقول لك اهو، انا عارف وعندنا في المحلة المستشفيات كلها اتملت، في المحل عندنا المستشفيات كلها اتملت، وبينزل استغاثات على جروبات المحل اللي يقدر يساعد باي حاجه، اي اجهزه طبيه، اي حاجه من الكلام ده. يلا يا عم هنخف شويه، 90 مليون لو راح منهم 20 مليون ولا هنحس بحاجه. والله هو اللي باين ان هو معمول حساب ان يبقى 10 بس، انت فاهم يا عم؟ احسن يا عم، حتى المستوى الاقتصادي يعلى. ده يالا قوي، بدل ما كنت بتاخد جنيه هتاخد 9 جنيه. يلا يا عم، في تلت الحالات انت هتاخد اكتر فلوس. اجابه صحيحه، سيسي جاب من الاهلي. او هتاخد جنيه والتانيين هياخدوا 1.9 مليون عادي، مش هو شعبان؟ مش شعبان سياسه، بلاش سياسه، نتكلم في اقتصاد. السياسة والاقتصاد ايه؟ وجهان لعملة واطية. اتكلم انت بقى. طب تسجيل يا باشا. واخد بالك يا ريس اللي بتراقب، واخد بالك. انا مسجل لك ووعد كده شعبان ما ينفعش. سيس حبيبي، حبيبي ابويا. معلش يا رجالة لمؤاخذة. معلش اتأخرت عليك ولا مؤاخذة. ولا يهمك يا هندسة. ماشي يا هندسة ولا يهمك. تسلموا يا رجالة. تسلموا يا رجالة. مش مشكلة يا باشمهندس سعيد. شيل الفيديو انسحب. لا ده هو ده بيعمل انا اسف، هو ده عمل بوز في الريكورد ولا اللي فات ده كله كان متسجل برضو؟ لا كله متسجل، كله متسجل على الفضائيات. طب انا اسف، انا اسف والله، انا ما اعرفش، انا بحسب ان في امكانيه ان ممكن نعمل بوز وبعدين نرجع. لا يعني هو كده احسن يا باشمهندس، عشان الفيديوهات بتضيع مننا في وسط الداتا، يبقى كل فيديو واحد افضل يعني. طيب لا تمام، لا الله ينور عليكم، معلش على الوقف اللي في النص ده بقى. طب نكمل يا شباب المسألة التانية، تعال نبص كده على المسألة التانية. المسألة التانية هو بيقول لي عندي محطة، تمام كده رجالة، المحطة دي داخل ليها تصرف 42,000 متر مكعب في اليوم، وطالب ان احنا نصمم سيتلينج بيزنز. اكتب لي كده معلش بعد اذنك، سيتلينج بيزنز دي يعني احواض ترصيب. انا عايز اقول لك ان بالمناسبة الاسم التنفيذي، لو انت بتعمل لوح تنفيذية او لو شغال في شركة او في مكتب وهتصمم فعلا خزانات ترصيب، مفيش حاجة اسمها خزانات ترصيب، انت فاهم، اسمها احواض ترصيب. معايا؟ الخزان في الاسم التنفيذي بتاعه بيبقى اسمه حوض، انتوا واخدين بالكم؟ يبقى السيتلينج بيزنس دي اللي هي سيدمنتيشن تانك، انا حتى كاتب لك تحتها سيدمنتيشن تانك، او الراجل اللي كاتب يعني كاتب كده. الدي بكام؟ 4 متر. السيرفيس لودنج ريت ب 1.2 متر على الاور. انا عارف ان مننا كتير لو بص ل 1.2 يقول لي ايه ده يا باشمهندس، ده انت قايل لنا من 20 ل 40، بس من 20 ل 40 دي ايه؟ متر على الايه؟ ها؟ معايا يا شباب؟ من 20 ل 40 متر على الايه يا شباب؟ الاس ال ار دي ايه؟ السيرفيس لودنج ريت يا ابو حميد اللي احنا ايوه تمام عليها. تمام احنا متعودين ان هي تقرا كتير من 20 ل 40 متر على الثانيه، متر على الدي، بس هو هنا مديها برقم صغير 1.12 لانها متر على الاور. طيب طالب ان احنا نصمم النمبر والدايمنشن بتاعه الخزانات، وقال لي اشتغل على خزانات قطاعاتها مستطيلة بحيث ان ال يبقى بيساوي 4 البي. ها معايا كده رجالة؟ طيب برضو قال لي اشتغل، شايك على الريتنشن تايم، شايك على الفي اتش، شايك على الاوفر فلو وير، وبعدين هات لي حاجة اسمها النت ووتر برودكشن. معايا كده؟ انا عارف ان انا ما قلتلكوش ايه هو النت ووتر برودكشن. انت يثبت لك ايه؟ يسمي الحوض ده كلاريفاي. لا دي لا لا لا، بص يا شباب،
طيب ده سؤال جميل، تعالوا بقى نتفق اتفاق كده، انا كنت هقوله بعد حل المساله دي بس طالما هو يعني اتفتح تعالوا نقول. بصوا شباب، بصوا يا باشمهندسين، خزان الترصيب او السيديمنتيشن تانك كتبت لك كده في الورق ان منه قطعين صح، مستطيل دائري ودائري. اه المستطيل ده ريكتانجولر او عادي ما يقولش او ما يقولش؟ طيب الدائري ايه قصته؟ سيركولر. ممكن يقول لك سيركولر سيديمنتيشن تانك، او ممكن يجي يقول لك كلاريفاير. يبقى كلاريفاير اهو يعني خزان ترصيب ذو قطاع دائري. ها واضح يا شباب ولا مش واضح؟ تمام. طب كلام جميل. الحاجة التانية بص كده معايا، عندي حاجة اسمها كلاري فلاكيوليتور اللي هو المزدوج اللي هو اللي ده عبارة اهو عن خزان اهو ترصيب بطيء وترصيب دائري بداخله خزان تقليب بطيء. بالظبط. وشكله ازاي اهو برضو تعالى كده نقول الرسمه بتاعته ازاي. بص يا شباب شكله ازاي، هي حاجه قريبه لحد ما ناخد الكلام ده السكشن الجاي، انا هقوله لكم طبعا السكشن الجاي. هيا كده الميه داخله من النص كده بتبدا دي القلبات بتاعتنا فاكرين؟ طيب والما بتطلع كده. ده كده شكل الكلاريفلاكيوليتر يا شباب، دي رسمة الكلاريفلاكيوليتر عبارة عن هنا بيحصل ايه كده؟ ترصيب ترصيب، وجوه هنا بيحصل تقليب ايه؟ تقليب بطيء. الله يفتح عليكم. لو رسمنا بلان الكلام ده بالظبط هيبقى عامل كده. واضح ولا مش واضح؟ مظبوط. تمام يا هندسه. واضح شباب ولا مش واضح؟ انا بتهيألي لو الشاشه بقت بالطول افضل عشان تشوفوا الاثنين مع بعض. معايا كده يا شباب؟ تمام يا هندسه. واضح كده؟ يبقى ركز تاني، انا وقفت الشرح عشان اقول ملحوظه مهمه الباشمهندس اللي قال عليه. تاني الخزان العادي اللي هو ما يجيبلكش اي سيره عنه ما يتكلمش عنه خالص يبقى مستطيل طول وعرض وارتفاع اللي هو كده. واضح ولا مش واضح؟ اترسم ولا تمام. لسه الشاشه ثابته؟ واضح. تمام. الدائري هيقول لي عليه حاجه من الاثنين، يا يعني يقول لي سيركولر ويبقى كتر خيره انه بياكد عليا ان هو سيركولر، يا يعني اما يقول لي كلاريفاير ويعتمد هل انا فاهم يعني ايه كلاريفاير ولا مش فاهم. فكلاريفاير يعني خزان ترصيب ذو قطاع دائري. ها وتفرق في الحل يا باشمهندس؟ اه تفرق، وهنقولها بس بمساله. لو انتوا جدعان ايه اللي تفرق فيه مثلا؟ ها في الخزانات الدائريه. لا تعالى بقى ايه، تعالى نقولها بالمره معلش اهو في الكلاري، في الكلاري فايرز اهو ايه الفرق بقى يا رجاله؟ الفرق المساحه الدائريه. بص اول فرق، اول فرق عندك الفي في او السيرفيس لودنج ريت هتساوي ايه؟ الكيو على مساحه المحتوى اللي هو الدائري اللي هي ايه بقى؟ باي 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 ار تربيع لو باي على الاربع دي باي اربع باي تربع على الاربع. تمام صح كده ولا ايه؟ تمام. دي حاجه. تاني حاجه الفي اتش ساعتها هتتسمى راديال فيلوستي او في ار. ايوه ده هيبقى جزء اسطواني بالظبط. فساعتها هيبقى عندي كيو على ان تتقسم على انهي مساحه بقى؟
السرعة الساحة الجانبية هنا السرعة الأفقية بصوا شباب هتبقى مساحة ايه بقى اهي المساحة الجانبية الاسطوانة الله يفتح عليك المساحة الجانبية بقى بتساوي ايه المحيط في الارتفاع في الدي صح ولا انا غلطان تمام ايوه المساحه الجانبيه كانك انت مسكت اسطوانه شقتها وفردتها فبقت مستطيل طول في عرض الطول هو المحيط والعرض اللي هو العمق الدي واضح ولا مش واضح تمام ثالث فرق الاوفر فلوير ها هتساوي كيو على ان على ال ال وير قول لي ال وير بتساوي ايه بقى قطر الخزان لا المحيط 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 اه كده المحيط ايوه صح مفهوم يا شباب ولا ايه ايوه تمام كده عارف الله ينور عليكم يبقى ده الكلام ده لو انت بتاخده شير سكرين او لو هو عندك في الفيديو اكتبه برضو عندك بايدك في الورقه طب سيب سيب الصفحه دي كده دقيقه واحده بس ماشي 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 خدها شير سكرين ارجع لكم للي فات طب ثواني يا رجال انا هعمل حاجة احسن هعمل حاجة احسن معاكم يا رجال تمام يا هندسة معايا كده شباب طيب نكمل الكلام طيب يا شباب تعال نكمل كده الكلام بيقول لي ايه هنا عايز يصمم سيتلينج بيزنز بس بحيث الدبس بتاعها يبقى 4 متر وتشتغل بسيرفيس ودنج ريت 1.2 متر على الساعه طب كلام جميل عايز يحسب العدد والدايمنشن لو كان القطاع مستطيل وقال لك هنا لو قطاع مستطيل بعد اذنك وانت بتفرض افرض لي ان الطول 4 مرات العرض عشان يعمل ايه هو عايز يلم الدنيا ما يسيبش كل واحد يفرض بخياله ده فاهم بعد كده عايزك تعمل تشيك على ريتنشن تايم الفي اتش الاوفر فلو وير وتحسب النيتو تر برودكشن وهنفهم يعني ايه نيتو تر برودكشن طب يا باشمهندس دي مساله عاديه مديني الكيو مديني السيرفيس ودنج ريت طيب هو هنا يا باشمهندس ما ادانيش الريتنشن تايم ده بالعكس ده اداني او طلب مني ان انا احسبه طب هو انا هوصل له ازاي اصلا الابعاد مش معايا ما هو استنى يا باشمهندس استنى ما هي الابعاد مش معاك بس انا قلت لك ان بالسيرفيس ودنج ريت تقدر توصل للابعاد صح ولا انا غلطان مظبوط طيب يا باشمهندس ازاي السيرفيس ودنج ريت 1.2 تتحول ازاي تبقى متر عدي وانا بشتغل بالمتر على الاور ولا بالمتر عدي متر عدي يبقى اضرب في تحول ازاي اوعى هتغلط وتقول لي اقسم على 24 لا يا باشمهندس تضرب في 24 والله بشوف بحذر منها والناس برضو بتقول لي لا يا باشمهندس كل السكشن بيقول لي لا ازاي ده انا هضرب وبرضو للاسف بنبص في الامتحان لان الناس بالظبط اضرب كلام جميل يبقى انا هنا ضربت ال1.2 في 24 الكلام ده بيساوي ال42000 على ان لان خد بالك هو طالب تحسب عدد الخزانات الكلام ده اتقسم على البي في ال ال طب يا باشمهندس ده انا معادله عندي في ثلاث مجاهيل ان وال وبي لا ما هو قال لك ان ال ب4 البي يبقى ساعتها اقدر اشيل ال ال واحطها ب4 البي وبقت المعادله في مجهولين ان وبي افرض واحده وهات الثانيه انا لو مكانك افرض ال ان صح ولا انا غلطان مظبوط اسهل لك افرض ال ان ده رقم واحد رقم اثنين خدها ملحوظه كده واكتبها عندك معلش دايما في التصرفات الكبيره اللي هي زي المساله دي تقريبا يعني من اول ال 40000 وانت طالع 40 50 80 100000 دايما في التصرفات الكبيره بعد اذنك عشان ما تعيدش المساله او تبقى الابعاد عندك انصيف تتجنب ان الابعاد تبقى عندك انصيف يا ريت يا شباب يا ريت بعد اذنكم تفرض ان الان ما تقلش عن 3 الان عشان بس تبقى انت مامن نفسك في الابعاد مش انا قايل لك ان الابعاد ما تزيدش عن 50 متر او مش عارف كام او كام طب ليه تجيب قيمه وبعدين ترجع تعيد تاني فانت اشتغل ان الان يا ب 3 ب 4 انا هنا اشتغلت ان الان ب 4 خزانات الان طلعت ب 4 خزانات طلعت معايا البي ب 9.54% فتقربت بقت كام 9.6 ها واضح ولا مش واضح مظبوط بالال الال اضرب ال 9.6 دي في 4 طلعت لي بحاجه و30 38 متر تخيل بقى معايا لو انا كنت واخد الان ب 2 كنت هتلاقي الال دي طلعت اكبر من 50 متر فساعتها تقول ازاي انا ما ينفعش وترجع تعيد تاني فانا بريحك بقول لك من دلوقتي امن نفسك خليك ناصح يا هندسه
أمن نفسك واحسب الان باربعة أو بثلاثة ويريب باربعة على طول. ها حد عنده مشكلة كده جبت الأبعاد وكده جبت العدد أول خطوة. طب يا باشمهندس بعد كده طلب مني ان انا احسب الريتنشن تايم. هي الريتنشن تايم معادله الريتنشن تايم ليها كم معادله في المنهج كله؟ هي معادله واحده. هي معادله واحده كيو بتساوي كيو في تي. الفي هتحطها كام خزان؟ هل هتحطها اربع خزانات في حجم الخزان الواحد ولا هتحطها حجم خزان واحد؟ مش هتفرق. حجم خزان واحد مش بالظبط. انا لو حطيت حجم الخزان الواحد حجم الخزان الواحد هقسم ال 42000 على كام؟ على 4. مظبوط. وبالتالي جبت التي ب 14 من 100 اللي هي تقريبا ب 3 و3 من 10 ساعه. ها مفهوم يا باشمهندس؟ كلام جميل. طيب كان طالب مني ان انا اشيك على الريتنشن تايم ونحسب الفي اتش. الفي اتش هنا هتساوي ايه بقى؟ الكيو بتاعت الخزان الواحد اللي هي كام؟ 42000 على 4 ها مقسومه على كام؟ 9.6 على بي في دي. الله يفتح عليك. جنب الخزان طلعت لي ب 273. ايه ده يا باشمهندس؟ لا ما هي طلعت لك ب 273 عشان بالمتر على الدي، انا عايزها بالمتر على المينت، فمحتاج ان انا اقسمها على 24 في 60. فلما قسمت على 24 في 60 طلعت لي ب 19 من 100، اقل من 3 من 10، يعني سيف مش ان سيف. ها واضح ولا مش واضح؟ تمام. طيب الاوفر فلوير، الاوفر فلوير هنا هيبقى عباره عن الكيو بتاع الخزان الواحد اللي هو برضو ال 4200 على 4 على ال وير. نفس القصه ال ال وير مره هاخدها ها ببي مره بي زائد ال على 3 مره 2 البي مره ب 3 البي. فوجئت هنا ان ال 3 البي اللي سيفت. وبالمناسبه المثال ده انا بحله مع الشباب اللي انتوا مصورين سكشنهم دول. انا قصدت ان الوير افرض ان هو ريكتانجولر عشان برضو الناس ما تفهمش ان الموضوع قران او ان اللي يحل بالريكتانجولر يبقى غلط. لا ده صح وده صح، المهم ان انت تحط الارقام صح. حطيت ريكتانجولر يبقى الاوفر فلو وير المسموح بيه 450. حطيت الفي نوتش او هدار على شكل في يبقى المسموح بيه كام؟ 600. واضح ولا في مشكله؟ تمام يا باشمهندس. طيب بصوا يا شباب، طالب حاجه اسمها نت ووتر برودكشن. يعني ايه نت ووتر برودكشن؟ بص معايا، سيبك بقى من الورق ومن الشاشه، اسمع معايا وركز. دلوقتي لما جيت قلت لك من شويه ان انا الخزان طلع روضه في المساله اللي فاتت حجمها حوالي 60 متر مكعب، ها تفهم من كده ايه؟ ان الميه هتبقى داخل الخزان بقيمه، الميه هتطلع بنفس القيمه ولا هيقل منها 60 متر مكعب؟ هيقل منها 60 متر مكعب. ما هو حجم يا باشمهندس، ما هو اللي انت شلته ده عباره عن حجم كان متضمن او مشمول في حجم الميه كان داخل فيه، فانا لما افصله يبقى الميه هتقل. فهنا لما اجي يقول لي النت ووتر برودكشن يعني معناها ان انا اشوف اللي داخل الخزان ايه واشيل منه الفي سلادج. تمام. اللي هو القانون اللي قدامك، الشاشه اتغيرت ولا ثابته؟ متغيره. تمام. هاي يبقى كيو بتاعه اللي داخل الخزان اشيل منها الفي سلادج. طيب يا باشمهندس، يبقى انا محتاج ان انا اجيب الفي سلادج بالقانون الكبير. اداني سسبندد سوليد ب 300، الكيو بتاع الخزان الواحد عندي الكفاءه قل ب 90%، حطيتها 9 من 10، اداني الوتر كونتنت ب 96، حسبت الفي سلادج طلعت ب 67.5 متر مكعب في اليوم اهو. يبقى انا ابدا هنا اشيل من الكيو 67.5 متر مكعب. حد عنده مشكله؟ تمام. يبقى ده النت ووتر برودكشن لمين؟ للخزان الواحد. طب للمحطه كلها اضرب بقى ال 10400 دول في كام؟ في الاربع خزانات. بالظبط، الله يفتح عليكم، في الاربع خزانات. ها كلام جميل، مفهوم يا باشمهندس؟ تمام يا هندسه. ماشي، اخر مساله وهنكمل المره الجايه بعد اذنكم. اخر مساله هي مساله برضو مش هتاخد مننا دقيقه. انت لو خدت بالك مساله السيدمنتيشن تافهه، ده انا عمال بقلب، انت عمال بتقول قانون وبتقلب. يعني انت لو مشيت ايدك فيها مره، لو مشيت ايدك فيها مره الموضوع كده خلاص. بص معايا المساله دي، هو تصميم الهدار مش معانا صح؟ لا ما انا قلت لك لا مش معاك. لا تصميم الهدار مش معاك، الليميتي بايب هي اللي ممكن تبقى معاك لو طلبها. تمام. طيب هنا بيقول لي عندي محطه التصرف بتاعها 50000 متر مكعب في اليوم، الدبس بتاعنا 4 متر بتاع الخزانات الترصيب، سيرف ستودنج ريت 30 متر مكعب على المتر المربع قد ايه؟ قال لي عايز النمبر والدايمنشن للسيركولار كلاريفاير، والله الراجل كتر خيره، لان حاط لي سيركل، خد بالك ان هو لو كان شال كلمه دائريه او سيركولار كنت انت برضه هتبقى فاهم ان خزانات الترصيب هنا ايه؟ ها؟ دائريه عشان كلاريفاير. عشان كلاريفاير،
كلام جميل. عايز العدد والابعاد، عايز الريتنشن تايم، عايز الريدي، كانها نفس المساله اللي فاتت بس القطاع هنا ماله دائري اختلف. طيب بص معايا هندسه، احنا قلنا من شويه ان خزانات الترصيب في الصوره الرابعه بتاعت لكم، ها ان خزانات الترصيب يا شباب بالراحه، قلنا ان خزانات الترصيب اما ان تبقى ريكتانجولر ليها عمق وطول وعرض، صح كده؟ مظبوط. او ان تبقى ايه؟ دائري. دائري يعني ايه بقى الدائرية؟ يعني هعمل الخزان لقطر اسمه فاي، صح كده؟ المية طالعة منين؟ ها المية طالعة منين؟ من النقطة اللي في المنتصف. مش الشاشة اتغيرت معاك ولا ثابتة؟ ايوة تمام تمام تمام. طب قال لي بقى في الخزانات الدائرية عندي مشكلة ان ما ينفعش اجي اخرم القاع بتاع الخزان واطلع ماسورة، لا ده انا لازم اعمل قطر داخلي. القطر الداخلي ده ما بعملش فيه تقليب بطيء ولا حاجة، لا ده قطر بس يبقى الماسورة طالعة فيه عشان يقدر واحد ينزل فيه يعمل لها صيانة، لو انكسرت يصلحها، لو اتسدت يسلكها، يعمل اي حاجة. القطر الداخلي ده بيتاخد في حدود الاثنين او الثلاثة متر. انا ما بتكلمش هنا عن الكناري فلاكيوليتور. الكناري بص بقى، الكناري فلاكيوليتور الحلة اللي جوه هتبقى كبيرة. ايوه. ها انا هنا بتكلم على ان بعمل قطر صغير مقداره من 2 ل 3 متر بس عشان احط فيه الماسوره، عشان لو واحد يقدر ينزل فيه يعمل اي عمليه، ينظف، يسلك، يعمل اي حاجه، يصلح محابس، يعمل اي حاجه. ها واضح كده يا شباب؟ تمام. طيب يعني كده يا باشمهندس لما اجي اقول مثلا السيرفيس لودنج ريت، مثلا هنشوف دلوقتي في المساله هتبقى كيو على ان الاريا، هنا هتبقى ايه بقى؟ كبير ناقص صغير. لا كمل الكلام، كمل الكلام بالظبط. الكبير ناقص الصغير الكل تربيع يعني. ايوه. لا كقطر، لا مساحه الترصيب نفسها الكبير القطر الكبير ناقص القطر الصغير. القطر تربيع ناقص 2 ناقص القطر الصغير تربيع. أيوة. لان في ناس ممكن يختلط عليها الامر يا شباب، زي الباشمهندس اللي انا شرحت له السكشن ده السنه اللي فاتت وبرده كتب ورايا غلط. باي على الأربعة فاي تربيع ناقص 2 تربيع او 3 يعني اي قيمه. اوعى اوعى تغلط وتقول فاي ناقص 2 الكل تربيع، اوعى هتقعش كده. هو كاتبها في الورق فعلا غلط. ها انا عملت الفيلم الهندي ده وفتحت النوت بتاع الموبايل علشان بس ابقى قاصد ان اقول لك صلح الحته دي عنده. يعني هو بعد ما كتب فاي تربيع ناقص 3 وكان هيحط عليها التربيع رجع قال فاي ناقص 3 لكل تربيع، غلط. ايوه ها اوعى يعني يا ريت ارجو ان الناس كلها تصحح الحته دي معلش في الورق. يعني يا باشمهندس كمان السرعه الرأسيه هنبقى يعني واخدين برضك ان دي ناقص دي. يعني بس واخدين ايه معلش؟ هي دي السرعه الرأسيه هي دي السرعه الرأسيه. بس في حاجه بقى اسهل من كده كمان، طالما انت بتصلح في الورق ممكن تكتب كده دلوقتي ان انا ممكن اهمل القطر الداخلي، عشان يا سيدي لو انت نسيت وتلخبط عشان ما تغلطش الغلطه دي وتقول فاي ناقص 2 الكل تربيع وتبقى شكلها وحش، يا سيدي يمكن اهمال القطر الداخلي. يعني ممكن اقول هنا باي على 4 فاي تربيع، وده مش غلط على فكره، بس هو مش منطقه ترصيب عشان احسب. معلش ما هو ممكن يهملها، هو يعني تجاوزا ممكن اعمل لها نيجلكت تجاوزا يعني. تمام. يعني هي الحله اللي تبقى موجوده تبقى عباره عن توجيه ميه مش اكتر. تطلع للمي. تمام. واضح يا شباب؟ ها واضح ولا يا رجاله؟ تمام يا شباب. طيب هنا بقى انا عندي سيرف سلودنج ريت ب 30، الكيو بكام؟ ب 50,000 على ان، يعني انا هنا لما تيجي تبص هتلاقي عندي المجهول ان وفاي، صح؟ اعمل ايه؟ افرض الان واجيب الفاي ولا افرض الفاي واجيب الان؟ افرض الان طبعا. لا المفروض كنت فعلا فرضت الان، يعني بدل ما اقول اسيوم ان الفاي ب 30، لا اشوف هيبص هو عمل ايه هنا لما فرض الفاي ب 30 طلعت له الان بكسر. ما انت ما انتش ضامن تطلع رقم صحيح، هل ينفع اسيبها كسر؟ لا هرجع اقرب ال 2 و 3 9 من 10 دي اخليها ثلاث خزانات، زود على نفسه خطوه. الله يفتح عليك. فانت افرض الان دايما يا ب 3 يا ب 4،
كمان لان التصرف عندك هنا كبير 50,000. ايوه يعني كده يا شباب. طيب جبنا حجم الخزان الواحد، كلام جميل. عايز يجيب الريتنشن اتفضل. هيجرى حاجه لو احنا خدنا الان ب 3 والفاي ب 30 برضك يعني، ولا لازم نجيب الفاي الاكشوال؟ لا لازم تجيب الاكشوال، لازم. الدكتور ممكن يقف قدام دي؟ لا لازم تجيبها اكشوال طبعا. انا عارف ان الرقم عشان قريب طلعت 2.9، هي لو الرقم طلع كده ممكن الدكتور يتجاوز عنها، انما لو طلعت لي مثلا 2.3 لا الفاي هتختلف، هتنزل خالص، مش هتبقى بقى 30، هتقل ثلاث احواض بس. كلام جميل. طب عايز اجيب اتفضل. انا لو جالي الفاي ب 29 يعني، انا حتى لو فرضت ان ب 3 وجات الفاي ب 29 و6، اقرب الفاي دي ل 30 ولا اسيبها زي ما هي؟ لا 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 9 لا لا الفاي تسيبها زي ما هي، انما الان اللي لازم تتقرب. انا معلش سمعتك غلط او فهمتك غلط. الان عادي، الان قصدي لازم تبقى رقم صحيح، انما الفاي لا عادي 29 و6 صح عادي جدا، انا بوفر. طيب نكمل الكلام. عايز يحسب الريتنشن تايم، الريتنشن تايم هيبقى كيو في التي، نفس الفكره اللي فاتت بالظبط برضه يا شباب. الكيو عندي الفوليوم، اما احط حجم الثلاث خزانات او حجم الخزان الواحد اللي يعجبك بقى، واطلع الريتنشن تايم. مش هقول لانها سهل. طب عايز يجيب الريديال فيلوسيتي، هو ليه بيسميها ريديال فيلوسيتي؟ لان الخزان هنا واخد شكل دائري، فالسرعه طالعه في شكل قطري، فعشان كده سماها ريديال ما سماهاش هوريزونتال. كلام جميل. هتساوي كيو على ان على المساحه الجانبيه. المساحه الجانبيه هنا هتبقى عباره عن ايه؟ بص معايا هنا، قلت لك عايز تهمل القطر الداخلي اهمله، مش عايز تهمله يبقى تدخله صح في الحسابات. انا المفروض اقول باي 5 في الدي، ها باي مفيش مشكله. الفاي بكام؟ طلعت معايا ب 26 مثلا زي ما هي موجوده، يبقى اما اقول ان 26 بس، او عايز تشيل منها الثلاثة شيل منها الثلاثة. في الدي، الدي اللي هي بكام؟ العمق كله اللي هو مدوني في المسألة اصلا، طلعت ب 56، الله يفتح عليك، باربعة اصلا، طلعت ب 56 متر على الدي. طبعا لازم احولها المتر على المينت، اقسمها على 24 في 60، طلعت باربعة من 100، يبقى السرعة هنا سيف. تمام كده؟ طيب عايز اجيب الاوفر فلو وير. الاوفر فلو وير هنا ال وير هتبقى ايه؟ محيط الدائرة الكبيرة. وبالمناسبه اكتب لي كده معلش ان خزانات الترصيب الدائريه دايما الاوفر فلوير فيها سيف، يعني مش هحتاج ان انا اقول ال بي انا اسف، مش هحتاج اقول فيها ان ال وير عباره عن بي ولا بي زائد ال على 3 ولا 2 البي ولا 3، مش هحتاج ان انا اقول كده، دايما بتطلع سيف اصلا لان المحيط ده بيبقى قيمه كبيره جدا. ها ال وير هنا حطيته باي في 26، فطلع لي ان وخد بالك هنا اوعى تنسى ان كيو تتقسم على 3. طيب عايز اجيب النيو توتر برودكشن، هل تفرق معايا؟ سؤال يا شباب، هل النيو توتر برودكشن او حسبه الفي سلادج تفرق قطاع الخزان ايه؟ مستطيل او دائري؟ تفرق معاك في حاجه؟ زي كيو ناقص بي ملهاش علاقه، ولا ليها علاقه اصلا، ولا ليها علاقه حسبه النيو توتر برودكشن او الفي سلادج، ولا ليها علاقه بالقطاع بتاع الخزان. ها هي ليها علاقه بعدد الخزانات بس، جبت الفي سلادج وبعدين جبت النيو توتر برودكشن. حد عنده سؤال يا شباب؟ هو في العموم هندسه المساحه السطحيه للدائري احسن ان انا استخدم في العموم يا شباب لما تيجي تخش معانا المشروع هنيجي نقول لك حاول توفر في المساحات. فانت لما تيجي تشتغل هتبص تلاقي لو انت بتستخدم ريكتانجولر خزانات ريكتانجولر، هتبص تلاقي انا اسف، هتبص تلاقي ان الخزانات المستطيله بتستهلك مساحه كبيره جدا من الارض، انما الخزانات الدائريه بتشيل حجم ميه كبير في مساحه قليله. فهتلاقي دايما حتى المحطات اللي بره دايما بتعمل الخزانات تقريبا ايه؟ دائريه، اسهل في التنفيذ وبتاخد مساحه اقل. تمام يا رجاله؟ الفرق بينهم بس المهندس والبلسيتور او المراور النابض ده. لا لا قول تاني كده. المراوي اللي هو البلسيتور اللي هو المراوي النابض اللي بيشتغل بالنبضات، ايه الفرق بينه وبينهم؟ هو الدكتور جاب سيره عنه في المحاضره؟ لا 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 ده سؤال هم. اصلا معلوماتي قليله قوي في الجزء اللي انت بتتكلم فيه، يعني انا حتى المعلومه ممكن تبقى بالنسبه لي جديده، فممكن يعني ابحث لك عنها وارد عليك. خلاص تمام يا هندسه. يعني انا يعني عشان بس ما افتيش بامانه والله. لا خلاص مفيش مشكله. تمام؟ خلاص اتفضل. بالنسبه للشيت بتاع الجزء دوت انا سيكشن 5 كنت باخد منهم الشيتات، ما المواعيد بتاعهم ما ادالهمش الشيت، فالشيت بتاعنا لو عايز. حاضر 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 حاضر، هدور لكم على الشيت بتاع السيدمنتيشن وهبعته لكم. حاضر. هو انا اعتقد يا شباب ان السيدمنتيشن والسلو ميكسنج والرابيد ميكس موجودين في شيت واحد حتى. طب والمسائل خلاص هبعته لكم. بس حاضر مسائل يا باشمهندس بتاعت
الالواح والحاجات دي برضو معانا ولا ايه؟ اللي هي يعني في مساله بقى المهندس امبارح زميلكم بعتها لي، دي مساله فيها غلطه هتتعدل وهنبعتها لكم. هي غلطه فيها غلطه في الداتا، ما ينفعش يبقى الاثنين متغيرين. على المساله بتاعت اللي انا بزود فيها الواح في الحوض، اللي هي ايه بقى؟ معلش الدكتور في المحاضره لما انا بزود المساحه السطحيه اللي انا بحط الواح مايله في منطقه ترسيب وبطلع الكلام ده. لا مش فاهم اسمها أصلاً. بليت حاجه كده، بليت او الاداره بستخدم البليت سيتلر. ايوه لا دي ما عليهاش مساله، دي ما عليهاش مساله. ده هو بيقولها. بصوا شباب، بص الفكره في خزانات الترصيب نتيجه ان هي بتاخد ازمنه كبيره. برضو انت عارف ان موضوع البحث والابتكار ما بيوقفش، فالناس عماله بتفكر ازاي استغل يعني ان الحجم يقل معايا، وازاي استغل ان اعلي الكفاءه زي ما انت سالتني ازاي اعلي الكفاءه، وازاي استغل ان انا اقلل المساحات يعني انت فاهم، واقلل الزمن يا رب كمان. فالناس فكرت قالت في ايه، ان انا لو جيت عملت حاجه اسمها الواح مايله او بليت سيتلر جوه الخزان ده، بحيث كاني بسرع بدل ما استنى على الندف ان هي تسقط من فوق تقعد تنزل 4 متر بسرعه كبيره وممكن كمان تعدي المايه بيها، لا انا ممكن اقوم اعمل شويه الواح مايله متوازيه كده فوق بعضها في الخزان، بحيث ان تقوم الحبيبه تسقط عليها على طول، كاني بقلل الايه الزمن او بقلل المسافه اللي تنزل فيه انت فاهم. فهي لها قصه كده هنقولها في المشروع، مش هنقولها في الامتحان، لا داخله معاك في الامتحان ولا داخله معاك في الشيت. تمام هندسه. تمام يا رجاله، اشوفكم الجمعه الجايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بشكر. برضو هحدد كده باذن الله مع منتصر محمد السيد اذا كان ينفع نتقابل الخميس او نتقابل الجمعه، فهنشوف يعني. خليها على تليفون يا ريت بس والله يا باشمهندس، يبقى حتى الصبح، عشان لو يعني لو خلاص اتفرض علينا الجمعه يعني يبقى الصبح، عشان النت كان وحش خالص المره اللي فاتت. لا ما هو لو الجمعه، حاضر والله، هو لو الجمعه فعلا هتبقى الصبح.